في اطار المتابعه الميدانيه التي تقوم بها القياده العامه للقوات المسلحه للاطمئنان على الحاله الامنيه ومظاهر الحياه الامنه بشمال سيناء تفقد الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه عددا من المشروعات التنمويه التي تشرف القوات المسلحه على تنفيذها والتقى بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات مشيدا بمعدلات الاداء التي يتم تنفيذها على ارض الواقع كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل واهالي سيناء مشيرا الى انهم يمثلون خط الدفاع الاول يدا بيد مع قواتهم المسلحه لصون مقدرات الوطن. وتفقد رئيس اركان حرب القوات المسلحه منظومه التامين على خط الحدود الشماليه الشرقيه ومعبر رفح البري واطمأن على سير العمل واجراءات التامين المتخذه اعقبها المرور على عدد من الكمائن والنقاط الامنيه على الطرق والمحاور الرئيسيه بمدن وقرى شمال سيناء. كما شاهد احدى عمليات التفتيش والتمشيط بالقرى التي تم تطهيرها من العناصر الارهابيه بواسطه عناصر انفاذ القانون بشمال سيناء وقام بجوله تفقديه بمدينه الشيخ زويد التقى خلالها بعناصر وزاره الداخليه واشاد بجهودهم في الحفاظ على الحاله الامنيه المستقره كما التقى برئيس مجلس المدينه الذي عبر عن تقديره لجهود القوات المسلحه والشرطه المدنيه في الحفاظ على الامن تلاها القيام بجولة تفقدية بشوارع وأسواق مدينة العريش واطمأن على عودة كافة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في ظل المناخ الآمن الذي أصبحت تنعم به شمال سيناء كما التقى بعناصر قطاع تأمين شمال سيناء وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة وأشاد بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غال ونفيس من أجل حماية الوطن كما نقل الفريق أسامة أسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات مكنت من استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن